عيونه وطلع فيه وسألني مين اللي شو بدك هتكتشف نمر يوسف باك زهران معني يعني الحادث اللي بده خليه لسه كل شيء لا ما كل شيء والله بعد طريقته بالضرب هي ذاتها برم علي وبني معلم ضربني وقشطني الفرد يعني ليه عرمسي ما فيهم ليه ليش الفرد انه قشطني الفرد على الشفرد برم علي وضرب وقع الفرد الارض ما قال له زموط بريد صبي فين قتلني زيت فرد سمحت لي الشام. يا ممسك. يلا أول من هذا الزكرة. بدي أعرف ليش أنت عم بيحولي شلت. بكرة لما تيجي بيتك رح تشى كتير. المهمين حبيبي. صبح الله بيفهم. شغل بارك عليك.